نقتني النباتات والمزروعات ببيتنا أو مزرعتنا من باب المحبة للزرع أو من باب الزينة، لأنه بتعطي الحياة للمكان وبتبث فيه الطاقة الإيجابية. وكتار بيقولوا إنه العرق الأخضر بالبيت بيزيد الرزق وبيحسن المزاج، فمثلاً الورد الجوري والياسمين، وحديثاً صار في البامبو يلي هي نبتة الرزق والحظ. قديماً كانت البيوت الشامية مليانة بالورد الجوري والياسمين الشامي والكبات والليمون، وكمان الداليا يلي بترد الروح بعنباتا. ومع تقدم الزمن صار في نباتات جديدة مثل الأشجار المقزمة والخضروات القزمية، بالإضافة لنباتات كتيرة بتنزرع وبتتحضر لتكون معنا بالعيد وتساعدنا على الراحة النفسية. في عنا معلقات هلأ هاي السنة، السنسافيرا، التليفون الفرنسية صرنا ننبتها هون، في كتير قصص يعني الحمد لله صار شغلات كتير حلوة هاي السنة تطلع عنا. في عنا كمان نبتة البقوميا، نبتة البقوميا القليلة هاي كمان عم نكاسرها على طريق على الورقيات. في شغلات كتير يعني حلوة في الجاردينيا القزمية اللي حكينا عليها من شوي، كمان أنتجنا منها. وفي عنا الدراسينا المخططة أصل أفريقي، هي صنع من أنتجها هون الحمد لله وعم نكسر منها، وحتى هجناها صار في عنا كذا نوع دراسينا، هي دراسينا الورقة العريضة، دراسينا الورقة الحمراء. في عنا كمان أحمد بيك، هي أحمد بيك هي معروفة نبتة بلدية، كمان صرنا نكسر منها هي تهجين هي عنا. هي في عنا البقوميا كمان كل الأنواع، في شغلات كتير الحمد لله. في نبتة السيوف كمان صرنا نطالع كل الألوان منها، هلا طلعنا الأبيض والمخطط. يا رب دايما بتكون أيامنا خضرة ومزينة بالورود والريحان، ودايما تبقى البسمة مرافقة وجوهكم.